ما أجملها، صور رائع يا ولادة. من جاءك به؟ لا أذكر، لعله واحد من أثرياء بلنسية. إنه رائع حقا. هو لك يا علياء. لا يا ولادة، أنا ما قصدت هذا أبدا. خذيه يا علياء، عندي سوار آخر قريب الشبه منه. ما أكثر ما عندك، كل شباب الأندلس يتنافسون لاسترضائك. مولاتي مولاتي إسحاق يا مولاتي عاد يطلب مقابلة. أوه، هذا الإسحاق أصبح لحوحا كالذباب. دعيه يدخل. بالله عليك ترفقي به. هذا الأحمق يتوهم أني أحبه. إن لم يكن جديرا بحبك فهو مستحق لعطفك. شهرا كاملا يمنعونني عنك، كلما أجيك تتعلل الجارية بمختلف الأعذار. عليك أن تختار الوقت المناسب. صارت كل أوقاتك غير مناسبة لي. تعرف يا إسحاق أنها مشغولة بأصحاب المصالح والمظالم، ولكن حاجتي إليها أشد من حاجة غيري. وما هي حاجتك؟ سأعود إليك في المساء. ماذا وراءك يا إسحاق؟ جئت أقول لك إن زينب ما عادت تحول بيننا. زينب زينب، من زينب؟ زينب زوجتي. زوجتك، هذه أول مرة أعرف اسمها. طلقتها وأعدتها إلى دار أبيها. لماذا يا إسحاق؟ ألا تعرف أن الطلاق هو أبغض الحلال؟ ما كنت أترك شيئا يمنعك عني. قلت لو أنني أعزب لقبلت الزواج مني. ولكني ما طلبت طلاق زوجتك. ولكنها تحول بيني وبينك. الطلاق لم يغير في الأمر شيئا، بل زاد الأمر تعقيدا. ماذا يقول الناس عني؟ بنت الخليفة طلبت من الرجل أن يترك امرأته لتتزوجها. ولكني لا أتصور حياتي بغيرك. ولا أنا يا إسحاق، لا أتصور حياتي بدونك. ستظل الصداقة بيننا أقوى وأبقى من أي شيء. صداقة ما بيني وبينك ليس صداقة يا ولادة. وما هو إذن؟ إنه الحب، الحب يا ولادة. إسحاق، قلت إن الصداقة أقوى من أي شيء. لو أنها كذلك لماذا دفعتني إلى الوشاية بابن حزم أقرب أصدقائي؟ وكانت وشايتك صادقة، لقد أقر بكل ما نقلته عنه. كأنك تتحللين من وعدك بزواج. صرحيني يا ولادة، ما عدت أطيق احتمال البقاء معلقا بين السماء والأرض. ما وعدتك بشيء، أنت الذي فهمت كلامي خلاف ما أقصد. أنا لا أفكر بالزواج، لا منك ولا من غيرك. لا تفكرين في الزواج الآن؟ لا تفكرين في الزواج بعد أن طلقت زوجتي؟ فعل لا يرضي الله ولا يرضيني. Thank you.
الشقي من يأخذ الدنيا كلها ثمنا لخيانته، لكن الأشقى من يخون بلا ثمن. أنا الأشقى، أنا الأشقى يا ابن حزم، أنا الذي خان بلا ثمن. لا تجعل الانفعال يغلبك يا إسحاق، عد إلى زوجتك وعد إلى صديقك ابن حزم. إن شئت سمحت لك بزيارته في السجن. وماذا أفعل عنده؟ لقد انتهى كل شيء، خسرت كل مالي، الصديق والزوجة ونفسي، خسرت نفسي يا ولادة. لا سامحك الله يا ولادة، لا سامحك الله يا ولادة، لا سامحك الله يا ولادة. زيارة لك يا ابن حزم. الذي أنت فيه يا ابن حزم، الذي أنت فيه. كفى كفى يا سمار، يهون كل شيء ولا تهون الدموع في عينيك. ما هي دموع في عيني؟ بل هو قلبي يتمزق، ما عرفت في حياتك غير النعيم، فكيف تصبر على ما أنت فيه؟ بلاء أحمد الله علي، لعلي أنال ثواب الشكر وأجر الصبر. ليتني ما رأيتك ولا رأيتني، لولا أنك أعتقتني وتزوجتني ما كانت ولادة تفعل بك ما فعلت. يا سمار، إنه مقدر ومكتوب، اجعلي صبرك يغلب صبري. لن أكتفي بالصبر، بل سأقرنه بالعمل. ما في يدك شيء تفعلينه؟ بل في يدي، في يدي ما ينهي مأساتك ويخرجك من هذا المكان الكئيب. طلقني يا ابن حزم، ماذا تقولين؟ قالت ولادة لو إنك تطلقني أخرجتك من السجن
ما تصورت أن خاطرا كهذا يدور في رأسك. أخلبت الظن فيك يا سمار. دعني أرد لك الجميل، لقد أخرجتني من عبودية الرق، وأريد أن أخرجك من هذا الحبس. سمار، حياتي معك ليست صفقة تباع وتشترى. لماذا إذن لا تكتب ملتمسا للإفراج عنك؟ قالت ولادة إنها تنظر فيه. ولادة تريدني أن أركع أمامها ثم تقبل الصفحة أو ترفض. لن أعطيها الفرصة. سمار الكريم من يصون جسمه بماله ويصون نفسه بجسمه، لأنه إذا خسر نفسه ما بقي له شيء. أتوسل إليك، أتوسل إليك، لا تعذبني أكثر مما أنا فيه. اقبل ما عرضته عليك ولادي، طلقني وانجو بنفسك من هذا العذاب. من قال لك إنني أتعذب؟ نفسي هادئة وقلبي مستريح، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة. طلقني النقص، تخرج للحياة. العالم كله بعدك أضيق من السجن الذي أنا فيه. أدخلتني الجارية وذهبت تخبر الزاوي بقدومي. كيف حالك يا بنفسك؟ حال استقالبتي مع البربر. حسبت أن زواجك قد أصلح ما بينهما.
ما يبدي إصلاح الظاهر قد فسد الباطن. بإذن بنفسك بنفسك أخشى عودة القتال بين البربر والصقالبة، لهذا جئت أقابل زوجك وأريدك معي لتقنعيه بضرورة توحيد الكلمة. ما أظنك تنجح ولا أنا. كيف تسرب هذا اليأس إلى قلبك؟ عندما يموت الأمل لا يبقى غير اليأس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرفت داري يا أيمن وأحسنت بالحضور إلي، تفضل بالجلوس. كنت أنوي الكتابة إليك، لقد بذلت جهدا كثيرا حتى كان الصلح بيننا وبين الصقالبة، ولكنهم عادوا ينقضون عهدهم، وأريد الآن أن أشهدك عليهم حتى لا يلومنا أحد لو عاد القتال بيننا. أكلما يظهر خلاف في الرأي لا تحتكمون لغير السيف؟ اتفقنا على تأييد المستكفي ورفضنا خلافة عبد الرحمن بعد أن كادت الحرب تنشب بيننا، لولا أن الصقالبة عادوا من جديد ينقضون اتفاقهم ويسعون لخلع المستكفي وتولية عبد الرحمن. لقد أخذ المستكفي فرصته في الحكم فما أصلح ولا عدل، فرأى الناس عزله وتولية من هو أصلح منه. ها؟ الناس؟ من تقصد بالناس؟ البربر وحدهم هم أصحاب الكلمة في من يتولى الحكم، ولن يقبلوا بخلافة عبد الرحمن. دع مصلحة المسلمين تعلو فوق العصبية والاستعلاء. أجدادنا وحدهم هم الذين فتحوا هذه البلاد بسيوفهم، ونحن لنا الحق فيها وليس الصقالبة. لا نريد أن نعود لمن فتح ومن ناصر. وأنا أرشدك الله ألا تدفع المسلمين إلى الاقتتال فيما بينهم. أما كفى قرطبة ما عانته من دمار وتخريب؟ ألا ترى أن الفرنجة يتربصون بنا؟ عليك إذن أن تقنع الطرف الآخر بالاستمرار فيما اتفقنا عليه. لا، لا أقنع أحدا بما لا أقتنع أنا به. هذا شأنك، أما أنا فسأتجه بجيش البربر إلى قرطبة دفاعا عن خلافة المستكفي. لن يكون الأمر سهلا كما تظن يا زاوي. الصقالبة ومعهم العرب والسود وحتى أهل الذمة من النصارى واليهود، جميعهم سوف يواجهون البربر. إذن مرحبا بالقتال، ولسوف تحصدهم سيوفنا، بل ستعلو قوة الحق على بطش السيف. سوف نرى. اسمع يا زاوي، لو أشعلت الفتنة فلن أبقى زوجة لك. لا تقطع الشعرة التي تربطني بالحياة معك. دع أهل الأندلس يختارون الخليفة الذي يصلح أحوالهم، فأمرهم شورى بينهم. كيف تجرؤين بالتنصت علي؟ وما شأنك أنت بأمور السياسة والحكم؟ أنا امرأة مسلمة، تهمني أحوال المسلمين، وأنت لا ترى الله فيها. طال صبري وضاق صدري، كف عن الحديث معي، فليس الزاوي بمن تحكمه امرأة. أنا لا أحكم ولا أتحكم، وإنما أرعى الله في أمور الناس ألا تسفك دماؤهم. وأنا لا أرضى تدخلك في شؤون الحكم. طلقني إذن ثم افعل ما تشاء. لكن سأعيدك إلى أخيك الفضل.
وسوف يكون الطلاق في وقته المناسب. ولكن بعدما أكسر قومك وأخضعهم لإرادتي. جئت بألف جندي ومائة فارس. ومعي 500 فارس وعشرون رجلا يحملون كرات اللهد. علينا أن نسارع باقتحام قرطبة قبل أن يسبقنا البربر، وحينما يدخلون إليها تتلقاهم سهامنا وحرابنا. لا لا لا، ندخل قرطبة بالجيش بل نبقى خارجها. إذا صار القتال داخل المدينة سلت دماء النساء والأطفال واشتعلت النار في الديار وصار النهب والتخريب. لا حيلة لنا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا فضل، إنما تقصد هذه الآية الكريمة قتال المشركين، أما قتال المسلمين فيما بينهم فهو ليس بخير. وأقرب الآيات إلينا هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، صدق الله العظيم. كم حاولنا الإصلاح وما عاد أمامنا غير القتال. فلنحاول مرة أخرى. سأخرج للقاء الزاوي، عسى الله أن يهدي قلبه ويوافق على خلع المستكفي. ونحن معه. هؤلاء يا مولاي هم الولاة الجدد، أبو نعيم لولاية غرناطة، وفاتك لولاية ميورقة، وسلمان لبلنسية. وهل أنفذوا ما تعهدوا به؟ أقسموا على طاعة أمير المؤمنين المستكفي وألا يناصروا أحدا عليه. وماذا غير الطاعة؟ البربر يطلبون مئات الألوف مقابل مناصرتهم للخلافة، وبيت المال ليس فيه ما يكفي ليسد أطماعهم. قدم كل وال منهم 50,000 دينار وتعهد بعشرة أمثالها أول ما يتسلم ولايته. وما يمنعهم من التعجيل بما يلتزمون به وكلهم أثرياء؟ ربما دار في خاطرهم أن المعركة لم تحسم نتائجها بعد، ربما ينتصر عبد الرحمن وحلفاؤه فتضيع أموالهم. لن ينتصر عبد الرحمن، البربر أكثر عددا وعدة وهم أقوى على القتال. زعيم البربر، نريد أن نحكم العقل بدلا من القتل، ونضع الكلمة مكان السيف، لعل الله يصلح ما بيننا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام هو روح الإسلام، قلتها بنفسك. أنتم الذين أفسدتم السلام وأردتم خلع الخليفة لتضعوا آخر مكانه. المستكفي مستحق للعزل، جهر بالفساد والظلم، ما عاد في الأندلس من يرضى بخلافته. نحن البربر نرتضيها وندافع عنها في مواجهة الطامعين فيها. لست طامعا في شيء، وأعلن تنازلي عن الخلافة مرة أخرى شريطة أن يذهب المستكفي. كيف؟ كيف يا أمير عبد الرحمن؟ ماذا تقول؟ ما صارت الخلافة لك حتى تتنازل عنها؟ أنت لا تريد غير القتال، أما فكرت في آلاف الأرواح التي تزهق، أنهار الدماء التي تسيل؟ أليس الأولى أن نجتمع على الفرنجة
الذين يحاولون الإغارة على ولايات المسلمين ويغتصبون أرضهم؟ أنتم الأولى بهذه النصائح وعليكم الأخذ بها. لا جدوى من الحديث، لابد أن نعود إلى معسكرنا نعد الجيوش. انتظروا انتظروا، عندي رأي آخر يحقن الدماء. لماذا لا تخرج يا عبد الرحمن لتبارزني؟ فإن قتلتك انتصر قومي، وإن قتلتني تركناك تخلع المستكفي وتجلس على كرسي الخلافة. وهذا وعد منا بذلك. أنا أو أنت يموت أحدنا بدلا من أن يتقاتل الآلاف ويموت الآلاف. القتال حرفته، لن تستطيع أن تقدر عليه. ما أبدى هذا الرأي إلا لأنه واثق في النصر. عليك يا عبد الرحمن ألا تمكنه من إنفاذ إرادته. هيا يا عبد الرحمن، أتخاف الموت لنفسك ولا تخافه لآلاف المسلمين؟ أين حرصك على دماء المسلمين التي دعيتها في بداية كلامك؟ لا تدعه يستفزك ويخرجك عن حكمتك. بل هو ردني إلى الحكمة. ما حياة رجل واحد بالقياس إلى آلاف المسلمين وما ينتظرهم من صنوف الخراب والدمار؟ اخرج إلي يا عبد الرحمن، لا تدع الحرص يغلبك والجبن يأخذك. بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. أبارزك يا زاوي، أبارزك، وليكن الخير فيما اختاره الله. إن شهد غبارها أو سمع ضجيجها فمتى تبدأ؟ اقتحموا الأبواب. بدأت المعركة وانتهيت يا مستكفي. أين الزاوي زعيم البربر؟ برزه عبد الرحمن وقتله وصارت الخلافة له. قتله؟ وكيف تسمح يا وطاس بأن يقتل أخاك وتناصره؟ تعاهدنا على أن تكون الكلمة لمن يصرع صاحبه، فانتصر عبد الرحمن. عبد الرحمن؟ عبد الرحمن يقتل الزاوي؟ أنا لا أكاد أصدق. أتعجب من حكم الله بالقصاص منك؟ ولا تعجب من حلمه عليك طوال سنواتك في الخلافة؟ ليس من الحكمة يا وطاس أن يحسم أمر الحكم
بمبارزة بين رجلين. لقد أعطينا الكلمة وانتهى الأمر. الكلمة شرف عند البربر، ولو تراجعوا في كلمتهم ضاع شرفهم وزالت مكانتهم. انتظر يا وطاس، ما أظنك تقنعني. ولو نجحت معي ما استطعت أن أقنع رجالي. بوسعك أن تدافع عن خلافتك كما تشاء، لكن البربر ينسحبون بعيدا عن قرطبة. أنا ما أعددت نفسي للدفاع، كنت أعتمد على البربر. والبربر لم يعد لهم شأن بك. أما زلت تحاول إثارة الفتن وتسعى لإراقة الدماء؟ أكل ما يهمك هو الجاه والسلطان؟ أنت الذي تسعى إلى الجاه والسلطان، وإلا ما نازعتني عن الخلافة. أنت تعرف أنني تنازلت عن الخلافة منذ سنوات حقنا للدماء، وكتبت إليك مرة بعد أخرى أناشدك العدل والإصلاح، وتمنيت أن تستجيب لي لتعفيني مما أكره. لا تدعي الزهد والتقوى، تنازلت عن الخلافة لأنك لم تكن قادرا عليها، فلما أدركت شيئا من القوة نزعتك نفسك إليها كغيرك من أمراء بني أمية. لو أن ذلك صواب ما برزت الزاوي، وكان الأرجح أن يقتلني. جنونك بالخلافة قادك إلى المخاطرة، فأدركت نصرا لا تستحقه. كنت أعرف أن الزاوي هو الأقوى، ولا أعرف حتى الآن كيف صرعته. أرجو أن أكون ممن قال الله فيهم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا كنت تدعي أن الله ناصرك ومؤيدك، فلماذا لا تبارزني؟ ومن يغلب يحصل على الخلافة. على ما أبارزك يا مستكفي؟ ألعيبك ما عادت تجدي؟ أنا الخليفة القائم بشريعة الله، وأنت الخارج عليها، فأي مبارزة بيننا؟ خذوه إلى السجن حتى أنظر أمره. خذوه. أبشرك يا ابن حسن، ذهب المستكفي عن الحكم وجلس عبد الرحمن على كرسي الخلافة، الحراس في طريقهم إليك ليطلقوا سراحك. قل اللهم
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أمسكوا بالمستكفي وهو يحاول الهرب فأودعوه السجن. وابنته ولادة قبضوا مالها وأخرجوها من قصرها. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.